من معروف يوسف على وسط الملعب، يتفلسف كده شويه فتحي، لكن ياخدها بمعلمه. برافو يا فتحي. وعاليه مره ثانيه يلمسها حسام غالي لأجاي، يحطها حلوه جدا في الشمال. خطيره 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 خطيره. يلم كورته عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، ارضيه أجاي، وهوبو. يا نهار ابيض، حرام عليك يا راجل، حرام عليك يا أجاي، يخرب عقلك يخرب عقلك للصبح يا ابني. أجاي منك أجاي، مش ممكن مش معقول. يا عالكورة يا عالكورة وجمالها، استلمها عبد الله السعيد وصبر عليها صبر ايه، صبر ايوب. ادي أجاي حطها حلوة جدا جدا في مساحة روعة الروعة من ناحية الشمال، وانطلق بيها انطلاقة بدوية. فين يا مخرج الكورة؟ فين يا مخرج الكورة بيجيب لنا ايه؟ فين يا أستاذة إيناس الكورة؟ معقولة الكلام ده يا جماعة؟ المخرج بيجيب لنا مية ساقعة؟ عايزين نتفرج على الإعادة، عايزين نتفرج. أدي أجاي حطها حلوة أوي 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 ناحية الشمال. بص خلي بالك، خلي بالك بقى من عبد الله هيعمل إيه. عبد الله وقف على الكورة، وقف وقف وقف، استنى. أجاي استلم ببطن رجله، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك للصبح، مش ممكن. عبد الله خد من عبد الله واتكل على الله، أخد من عبد الله واتكل على الله ببطن رجله. إيه ده؟ إيه ده؟ حلوة حلوة حلوة. خلصت الليلة، كل عام وأنتم بخير.